سيد توفيق، هل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية مرتبط فقط بمواجهة داعش، أم كما يتحدث السيد محمود أن الولايات المتحدة تدعم فكرة انفصال هذه المنطقة عن سوريا؟ نعم، أنا أتفق مع السيد أما الضيف بهذا الموضوع. يعني أمريكا ليست هي فقط تدعم حزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية لحربها ضد داعش، أعتقد أن هناك أهداف أخرى، هناك أهداف سياسية، هناك أهداف سياسية ومحاولة انفصال الأكراد عن تركيا لإنشاء دولة كردية بين ثلاث دول عربية، دولتين عربية أو بين ثلاث دول منها إيران والعراق وسوريا وتركيا. وأعتقد أن هذا طبعا هناك معارضة من جميع هذه الدول على إنشاء هذه الدولة الكردية. أعتقد أن الإدارة الأمريكية والإدارة الحالية والإدارات السابقة تدعم هذا المشروع الكردي، وهذا طبعا. ولكن سيد توفيق، عندما أرادت كردستان العراق القيام بذلك رفض الجميع بما فيهم الولايات المتحدة. نعم، يعني الحقيقة أنا أقول لك يعني المواقف الولايات المتحدة دائما هناك في تناقض في المواقف الأمريكية. هناك تكون هناك اتفاقيات بين مثلا بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا على تحييد وعلى إبعاد يعني التهديد الأمني على الحدود التركية، خاصة الضغط على الوحدات الكردية. وهذا واتفاقيات حدثت في 2019 عندما تم اجتياح أو المنطقة، يعني المنطقة الحدودية. هناك كانت اتفاقيات، أين أمريكا لم تلتزم، وأيضا لم تلتزم بهذه الاتفاقيات وما زالت حتى هذه اللحظة. أعتقد أن يعني الموقف الأمريكي حتى الآن هو موقف سيء، أنا أعتبره موقف سيء، ولا يريد يعني حقيقة هناك توتر في المنطقة. وأعتقد أن وجود الإدارة الأمريكية وجود الجيش الأمريكي هناك في هذه المنطقة ليس فقط هي لدعم الوحدات الكردية ضد داعش، ولكن هناك أهداف سياسية، أهداف أخرى غير معلن عنها.